النهارده هنتكلم عن المدارس اللي انا اتعلمت فيها بالتفصيل. يعني اتعلمت في القاهره في 4 مدارس. الاولى كانت مدرسه احمد مهدي الابتدائيه، وكانت عباره عن قصر. يعني تدخل المدرسه تلاقي في جنينه صغيره كده، وتلاقي في مبنى على اليمين مبنى الاداره، مبنى في الوش اللي هو مبنى المدرسه نفسها. مبنى المدرسه ده كان الدور الارضي فيه غرف للمزيكا، حصه الموسيقى، حصه الرسم، وبعدين حصه تربيه زراعيه وحصه تربيه منزليه. في التربيه المنزليه كنا بنتعلم ازاي نعمل مربى، والتربيه الزراعيه كنا بنتفرج على النباتات يعني، والمزيكا كان في عندنا كم اله موسيقيه كده، والرسم كنا بنقعد نرسم تحت مع بعض. نطلع في الدور الاول كان في 6 فصول فقط، اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته، وكان في كتير جدا من اغلب المدرسات او المعلمين كانوا مدرسات، وكان بعض المدرسات بيتبحبحوا في انهم يقعدوا على راحتهم قدام الاطفال. دول اطفال مش فاهمين حاجه، وللاسف يعني كان جزء من سواقتهم بيبقى باين او اطفال، واطفال كانوا بيتكلموا عن الحاجات دي قدامنا. طبعا لما نخرج من المبنى الاساسي بتاع المدرسه للخلف كان في ملعب كبير، كان لطابور الصباح، وكان للي هو الانشطه الرياضيه، وملعب كره قدم في نفس الوقت. جنبها كانت مدرسه المحمديه الاعداديه، وكانت اكبر بكتير جدا من المدرسه دي، وبرده كان فيها مبنيين كبير، مبنى على اليمين ايضا كان للاداره وبعض الفصول، والمبنى اللي كان في الوش كان كله للفصول الدراسيه لسنه اولى وثانيه وثالثه، وكان فيها بهوين او فنائين فسيحين كبار قوي، يعني لطابور الصباح وللالعاب الرياضيه. المدرسة اللي انتقلت لها بعد ما انتقلنا لمدينة الأوقاف والمهندسين اللي هي اسمها باب الإسماعيلية، ومش قادر أتذكر إلا أنها كانت في وسط السوق بتاع شارع الكتكات أو حاجة زي كده في امبابة. الرابعة كانت اسمها مدرسة الجيزة الثانوية، اللي هي كانت فعلا مدرسة كبيرة مبنية فيها ثانوي، كان فيها ثانوي علمي وثانوي ادبي، وكان فعلا المدرسه فيها ملاعب وفيها كذا وكذا، كل الحاجات دي كلها. دي كانت في وسط ميدان الدقي، كنا بنمشي من بيتنا في شارع علي حسن عطيه او شارع الجود الى النصر، هناك بياخدنا حوالي مش اقل من نص ساعه. وفي وسط الطريق بتاعنا ده كنا بنعدي على مسجد الكواكبي اللي هو تسمى بعد كده اسمه مسجد فريد شوقي، عشان فيله الممثل الكبير فريد شوقي كانت قدام المسجد. كنا دايما واحنا خارجين من المدرسه بنخرج متاخرين عشان نلحق صلاه العصر، الظهر قبل العصر، كان كلنا كمجموعه بنصلي في المسجد ده صلاه الظهر قبل ما نوصل البيت. وكنت بكون انا وعزت وهشام وبعض اصحابنا اللي كانوا معانا في هذا المكان. طبعا هنا كانت لسه الازمه الكبيره بتاعت اعداد الطلبه اللي في الفصول كانت ايه، مش متفاقمه زي دلوقتي يعني. بس انا حضرتها وانا في ابتدائي، كان الفصل اللي انا كنت بدرس فيه في ابتدائي كان فيه حوالي 40 ل 50 طالب، يعني ما كانش فيه استثمار في بناء مدارس او في التعليم في الوقت ده. وده يعني اللي طبعا المدرسين كانوا بيتفانوا في تعليمنا، لكن للاسف الحكومه كان انفاقها مش على التعليم، كان على اشياء اخرى. اشكركم على مشاهده الفيديو هذا، وارجوكم انكم تفعلوا الجرس وتشاركوا الفيديو مع اصدقائكم واقربائكم، والسلام عليكم ورحمه الله.